راديز البلو قصير مرسى علم، وطبعا الفندق بيتش فرونت، وفي جيتي قوية جدا، والكرة الريف يعني غير طبيعي، حاجة كده فيها كل حاجة، كل الأسماك وكل الكورلز اللي ممكن تشوفها. البيتش فيه أجزاء منه ساندي كده بسيطة، وهو على كذا جزء يعني، وسط الصخور ووسط في كذا جزء ممكن يتنزل. بعد كده في الارتفيشال ليك، دي ممكن فيها يحصل عوم بمراكب كده تجديف يعني. بعد كده الانفينيتي بول ده، بعد كده في بول تاني ورا عليه الاكتيفيتي وعليه البار، هو كله بالتراس ده، الاوباب ده والشكل ده، الغرف حلوه خالص. هو مكان كده تحس ان هو خارج مصر تماما. الحاجات اللي قدام دي اللي بيحصل عليها الرومانتك دينر، بيحصل عليها نور بشموع كده بالليل، جست إليجنت جدا وهادي راقي الصراحة. المطعم والأكل كواليتي عالية جدا يعني، فرايتي مش كبيرة ولكن كواليتي بيرفكت يعني. الفطار بالذات اكسبشنال، لايف كوكينج بالليل كويس، لا مكان حلو، هو فعلا خارج مصر. الريسبشن بيبقى هناك جنبه المطعم الرئيسي، وبرضه في ارتفيشال ليك تانية عاملة شكل حلو قوي ونازلة كده، لما نازلة لتحت خالص عند الليك التانية، والاوض بقى زي ما هي باينة كده من جوه، هي لكشيريس جدا وتراث كده، تحس ان هو عربي قديم اندلسي مغربي ميبي، بس مودرن برضه في نفس الوقت. ف لا حلو، مبسوط بالشكل ده وتجربة جديدة، شكل جديد وتجربة جديدة. واللاندسكيب برضو مهتمين بيه جدا وشكله حلو في كل وقت وفي كل حتة، كل أجناب أشكال حلوة وحاجات كويسة الصراحة، ونباتات يمكن كمان غريبة ما شفتهاش قبل كده، حاجات اللي هي الصبارات والحاجات الكبيرة دي لا غريبة شكلها حلو. راديسون بلو قصير مرسى علم، الريسبشن الطابع الاندلسي او المغربي يعني المريح نفسيا جدا يعني، انت بتخش بتلاقي الشكل ده، مطعم هناك والالوان دي والريسبشن والقعدات والفيو ده بيبقى صراحة حلو. وبعد كده تشوف شكل البحر وشكل المطعم والاكتيفيتي بول والمسرح اللي بيتعمل فيه الشو اليومي، والليك الارتفيشال ليك، والناس اللي بتاع العبدارس هناك اهي مع الانيميشن، والمطعم سناكس والسبا، والناس اللي بتلعب بينج بونج، حتى عرفت الجاكوزي والساونا انكلودد. وفيو البحر اللي من كل مكان باين. راديسون بلو القصير مرسى علم.